إذن هنمر التمرين 2، أنشئ باستعمال الأدوات الهندسية المثلثات المطلوبة. إذن هنا رؤوس المثلثات نقط من الشبكة، إذن هنا غنستعملو نقط من الشبكة كرؤوس للمثلثات. إذن هنا قالوا لنا مثلثان قائمة ماذا؟ الزاوية. إذن غنقومو برسم مثلثان قائمة الزاوية. إذن غناخدو، إذن كنا قبل قلنا إلا بغينا نرسمو زاوية قائمة يجب أن نرسم مستقيمين ماذا؟ متعامدين. إذن غنرسم المستقيم الأول، ثم غنرسم المستقيم العمودي عليه باستعمال المزوات. إذن لاحظتو حصلنا على زاوية قائمة هنا، وغنجمعو النقط. بالتالي حصلنا على مثلث قائم الزاوية. إذن بنفس الطريقة غنرسمو المثلث الثاني. إذن غناخد المسطرة غنرسم الضلع الأول، غنرسم العمودي عليه باستعمال المزوات. هنا وغنجمعو النقط، هنا وغنحصلو على مثلث قائم الزاوية. لاحظوا هنا زاوية قائمة. إذا غنمر إنشاء مثلثان متساوية الأضلاع. إذا هنا إلا لاحظتوا النقط، المسافة ما بين هاد النقط أكبر من هاد النقط، بالتالي هنا غيكون عندنا مشكل، ما يمكنش نستعملوا هنا النقط. إذا باش نحصلوا على مثلث متساوي الأضلاع غنستعملو البركع. لاحظوا هنايا أعيد، المسافة هنا ما بين هاد النقط كبر من هاد النقط، ما غاديش نحصلو على التساوي، بالتالي غنستعملو البركع. إذا غناخدو الضلع الأول، مثلا ناخدو هنا الضلع الأول، نستعمل البركع. إذا المسافة ديال الضلع الأول، غناخد الرأس الأول هنا، قلم الرصاص فتحة هنا. إذا لاحظ هنا دون تغيير فتحة البركان غنوضع القوس الأول، نمر للنقطة الثانية دون تغيير فتحة البركان غناخدو القوس الثاني على القوس الأول. إذا هنا حصلنا على النقطة، ونجمع ماذا؟ النقط. إذن حصلنا على مثلث متساوي ماذا؟ الأضلاع. نمر بنفس الطريقة. إذن ناخد الضلع الأول، ناخد البركار، ناخدو نفس المسافة باش نحصلو على الأضلاع متقايسة. هنا دون تغيير فتحة البركار غنوضع القوس الأول، ثم غنمر دون تغيير فتحة البركار غنوضع القوس الثاني. وغنجمعو النقاط. إذا غنمر مثلثان متساوية الساقين. إذا هنا ما غيكونش عندنا مشكل في الرسم هنا أضلع. إذا ناخد الضلع الأول مخالف للضلعان، إذا مثلا ناخد الضلع الأول، الضلع الثاني ناخد فيه مثلا هنا ناخد 4 نقاط، نعتمدو هنا على النقاط، ما يكونش عندنا مشكل ناحية المسافة متساوية هنا. الضلع الثاني ايضا ناخدو فيه 4 نقاط. بالتالي لاحظتو حصلنا على مثلث متساوي الساقين، المسافة تقيس المسافة. بنفس الطريقة
غناخد مثلث آخر متساوي الساقين، غناخد الضلع الأول مثلا، إذا الضلع الثاني ناخده هنا مثلا ثلاثة نقاط هنايا، أيضا هنا ثلاثة باش يجيو متقايسين الضلعان. بالتالي هاد الضلع كيقايس لنا الضلع الثاني. إذا غنمر هنا، أتذكر كل مضلع له ثلاثة أضلاع يسمى ماذا؟ بمثلث. إذا هنا عندنا مثلث ماذا؟ قائم الزاوية، تريونجل ريكتانجل، مثلث متساوي الساقين، تريونجل إيزوسيل، مثلث متساوي الأضلاع، تريونجل إيكيلاتيرال، مثلث تريونجل كيلكون. إذا نمر النشاط الأخير، أنشئ المثلثات المطلوبة باستعمال أدوات الهندسية. هنا طلبوا منا نرسم مثلث ماذا؟ متساوي الأضلاع، أحد أضلاعه الخط الأحمر. إذا غناخدو قياس الضلع اللي باللون الأحمر باش غادي نرسمو الأضلاع. إذا غناخد البركار وغناخد الطول ديال الضلع الأحمر، لاحظ. إذا هنا دون تغيير فتحات البركار غنوضع القوس الأول، غنمر الرأس الثاني بنفس الطريقة دون تغيير فتحات البركار، غادي نوضع القوس ثاني على القوس الأول، ونجمع ماذا؟ النقط. وبالتالي حصلنا على مثلث متساوي الأضلاع. إذا غنمر ثانيا، قالوا لنا مثلث متساوي الساقين رأسه النقطة الزرقاء أو النقطة الحمراء. إذا هنا طلبوا منا متساوي الساقين، هنا عندنا جوج طرق ممكن نختاروا، ناخذ الطريقة الأسهل. إذا غناخذوا هنا، لاحظتوا عندنا الضلع الأول، ناخذ القياس ديال الضلع الأول اللي باللون الأخضر. إذا نوضع الشوكة هنا في اللون اللي بالأزرق والقلم بالنقطة اللي باللون الأحمر، دون تغيير فتحة البركار غنوضع القوس الأول. ثم ناخذ هنا النقطه الزرقاء وغنوضع القوس الثاني هنا، غنغيروا فتحات البركار لاننا طلبوا منا مثلث متساوي الساقين. اذا لاحظتوا الضلع الاول كيقايس لنا الضلع الثاني. الطريقه الثانيه ممكن ناخذ الضلع الاول، ناخذ الطريقه الثانيه، غناخذوا الضلع الاول اللي عطينا وغناخذوا البركار، غنحاول ناخذ المسافه اكبر من الضلع اللي باللون الاخضر وغنوضع القوس الأول. غادي نوضحو لكم مزيان باش يبان لكم. دون تغيير فتحة البركار غادي ناخد القوس الثاني وغنجمعوا النقط. بالتالي لاحظتوا حصلنا على مثلث متساوي الساقين. اذا غنمروا مثلث قائم الزاوية احد اضلاعه الخط الاحمر. اذا هنا قالوا لنا نرسموا مثلث قائم الزاويه، اذا عطاونا الضلع باللون الاحمر، اذا غناخذوا العمودي عليه باستعمال المزوات لكي نحصل على زاويه قائمه.
نوضع المزود جيدا. بالتالي غنوضع واحد المستقيم العمودي عليه. حصلنا لاحظتوا على زاوية قائمة، وغنجمعوا النقط. بالتالي حصلنا على مثلث قائم الزاوية. إذا غنلتقيو في فيديو آخر في درس جديد. شكرا وإلى اللقاء.